طبعا زحمة، أسعى لو جسر أحسن، لو نفق أحسن، منطقة مزدحمة وسوق وسيارات وهذه. البارحة واحد الصبح جاء مني أنا الصبح شايت بالجزرة هذه، الله استروا. هي منطقة تجارية وسوق، وتعرف العالم رايحة جاية تجي من غير مناطق، يعني حتى من خارج الموصل. يعني احنا مطالباتنا يسوون جسر ممشاة أو يسوونها مجسر حتى ما يصير ازدحام وتعبر العوائل على كيفه، خصوصا الكبار السن يعني من يعبرون من المرات اللي احنا نعبرهم، يعني ازدحام سيارات وشوفت عينك الجزر، يعني شوف شلون هسه ما يقدر يعبرون ما يقدر يمشون. معاناة الى درجه، يعني افضل حل هو المجسر والمشاة، يعني افضل حل. مو بس هاي الاطفال كبار السن يعني ما يقدر نهائيا، يعني سيارات وازدحام، هو الافضل هو سهل، بس هو صار اصعب هسه، صار خط سريع هذا. فلهذا الدرجة يعني كبار السن، أما إحنا الشباب لا عادي نقدر ندبر وضعنا، بس لا كبار السن لا ما يرى، ونساء وعوائل يعني ما ترى، ما لازم جسر مشاة، يعني نطالب به بشكل يعني جسر المشاة. سوق تجاري ومزدحم وناس تروح ناس تجي من خارج الموصل جاي يجونه، هذا جسر هنا بهاي الصفحة مقابل هاي، وعندك هاي النبي يونس هاي المزارع، وناس تجي من خارج الموصل تجي على هاي النبي يونس، يعني هو ما يقدر هسه. شوفت عينك هاي، شوف هسه ازدحامات، صار اكثر من حادث، مو حادث واحد، بسبب بسرعه السيارات وخط سريع هذا. والمجسر افضل حل، ونطالب به بدرجه، يعني نطالب به سيد المحافظ وعلى راسه، وان شاء الله ما يخلي قصره.